اخر، بس هنا الاداريين قاموا يربطون بين المخصصات الهندسيه يعتبروها خطوره، وهاي الخطوره فيقول لك ممنوع الجمع بين الخطورتين نفس التوصيف لها. هذا ما يصير، غلط. ذاك تعديل، تعديل مخصصات 35. احنا هنا نرفض تهميش المهندس ومحاوله اذلاله في وزاره الصحه. يعني من نروح نشتكي احد الوزارات السابقين يقول انتم صوتكم ليش تجون بوزاره مال اطباء؟ ما يصير هذا. هي البلدان شلون تنبني؟ منو اللي يبني بلدان؟ هاي دبي متباهين بها، ومنو اللي بناها؟ بناها طبيب لو بناها مهندس؟ هسه كل الاختصاصات محترمه، ما يخالف، محترمه كلهم، بس البلدان تبنى بالمهندس. المهندس هنا مهمش، مهمش. يعني انا حرفي ياخذ اكثر من عندي مخصصات لي عليه اساس، اداري اخذ اكثر من عندي. احنا خطوره عندنا تهديد، انا كنت مشاريع، كنت مشاريع تهددت، تهددت، وعندنا خطوره نص على التسليح طوابق عاليه، كهرباء ميكانيك، ويصير خطوره وما توعدنا مهندسين. فهاي العقليه لعد الاداريين او عد المدراء او عد المسؤولين انه المهندس درجه ثانيه ما نقبلها، احنا شهادتنا شهاده ثانيه بعد الطبيب. نظر انه حتى الفراش، وشنو المشكله؟ شنو المشكله الفراش بوزاره الصحه ياخذ مخصصات خطوره؟ شنو المشكله؟ بس مو تمنعها مني. انت ليش تخلي، ليش تخلي المهندس تقول ما يصير يعبر 70%، وتخلي شو اسمه الاداري يوصل 80%؟ شنو ليش تسوي هالتفرقه هذه؟ خلي الكل تكون الخطوره احنا بوزاره الصحه بها عدوى، وتكون المخصصات الخطوره بوزاره الصحه.